أعتقد في أمور كثيرة يعجز أي إنسان أنه هو يعددها، اللي هي المتعلقة بالفساد وبالظلم في تطبيق القانون، المحاباة، الوساطة. هو هذا اللي فسر أساسا وجود عدد رهيب من الأجهزة الرقابية والأجهزة الأمنية في ليبيا. يعني إحنا لو دولة ما لناش فاسدين، ما عندناش الكم الهائل هذا، ومع ذلك عزوا كل الأجهزة اللي تشوفها حضرتك هذه عزت. هذا دليل على وجود كم رهيب من الفساد لا يمكن تصنيفه. أننا نحصره مثلا في الوقود، أو نحصره في مثلا الإفادة للخارج، أو التعيين في الاستفارات، أو التعيين بصفة عامة في الوظيفة العامة، أو الحصول على عطاءات، أو كل الصور اللي ممكن تخطر في ذهنك. الفساد مصطلح واسع جدا أستاذ أحمد، حتى أنك لما تخش لمصرف وتأخذ فلوس تحصل على نقد وفي ناس تانية واقفة في الطابور، هذا يعتبر فساد. المصطلح كبير جدا، ولا يمكن القضاء على الفساد في أي دولة في العالم، ولكن يمكن الحد منها إلى مستويات معقولة بدون ما تكون في استراتيجية موحدة للدولة. راهو الفساد حنقعد نسبحه فيه إلى ما لا نهاية. كل ما تسكر منفذ بيجيك منفذ تاني. نرجع تاني إن هذه منظومة متشابكة، لازم الكل يتوحد وينفذ استراتيجية عامة لمكافحة الفساد. أعتقد منظومتنا القانونية فيها إسهاب وفيها نصوص لدرجة إن الشخص مرات تجيبه على جريمة واحدة يا أستاذ أحمد ويتعاقب على مجموعة جرائم، على هذا نسمو فيه إحنا التعدد السوري في القانون. يعني مرات تجيب على جريمة واحدة وتلقى عندها مجموعة جرائم على نفس الفعل ومجموعة قوانين. لهذا أنا نشد على أيدي أي شخص عنده رغبة حقيقية لمكافحة الفساد وتطبيق القانون، أي محاصصة هي ظلم، وأي محاصصة هي تخلف، وأي محاصصة هي جهل. هذه إحنا في ليبيا نعيده في إنتاج الفشل من جديد. هذه مسألة استعملت في العراق وبررت بأن عندهم مجموعة من الأطياف وعندهم مجموعة من المذاهب وكذا، واستعملت كذلك في لبنان، وأعتقد أن النتائج ما تستحقش الشرح. يعني النظام المحاصصة هذا أسوأ نظام في الكرة الأرضية كلها، وهذا نظام متخلف بدون أي مجاملة ودبلوماسية. ما عنديش أي مصطلح ممكن يكون ألطف من هالمصطلح هذا، ولكن احنا نقدروا نحط هذا النموذج بشكل متطور. نقولوا محاصصة باهية سيدي، ديرها محافظات وخلي كل محافظة تختار الناس اللي عندها وتنتخب الناس اللي عندها، وبالمرة بيكونوا كلهم من داخل الإقليم هذا ومختارينهم هم نفسهم سكان الإقليم، وانتهينا من القصة هذه. أما أنك تخلي الموضوع مركزي وتحط لي كلمة محاصصة جهوية بين المدن، وتحت كلمة محاصصة وتحت كلمة المدن ما فيش أي معايير وما فيش أي ضوابط، طبيعي في الحالة هي حيجيك أسوأ إنتاج.